اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. الله يكرمك، الف سلام عليك يا رب، ربنا يخليك، ما تحرمش من حضرتك، ربنا يخليك. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ والف سلامه. الله يسلمك. عارف ان انت عندك شويه سكر كده، بس ان شاء الله ترجع احسن من الاول كمان. هتعدي ان شاء الله. ان شاء الله كله بيعدي، كله بيعدي. استاذ عصام، استاذ عبد الحكيم، طبعا خليني ابدا مع حضرتك، ولازم اسمع منكم كلمتين على التتويج، تتويج النادي الاهلي ببطوله السوبر. واحده فيهم المحلي والافريقي؟ ما شاء الافريقي الله. في اليد ما شاء الله. طبعا لو تقدر تقول لي برضو على التتويج اللي حصل النهارده بالافتتاح اللي هيحصل يوم 1/6. الحقيقه لسه كنت انا واخويا يعني وصديقي العزيز عبد الحكيم بنتكلم على الافتتاح المقبل. اللي هو اكنك بتكرم المجلس والجمهور المالك الحقيقي للنادي، طبقا اللي انا مسميه الاهلي المعاصر كابتن صالح رحمه الله، واحنا في ايام ذكرى يعني. هو ده التتويج والمقر الجديد اللي يعني كل الخير قادم بنظام وسيستم مؤسسيه، ويمكن ده اللي بيغر الصدور الاخرين تجاه النادي الاهلي. انت طول الوقت، وانا قلت لحضرتك قبل كده، انه مؤسسه بتنجح في كل فروع الحياة، كل عضو مجلس إدارة عنده ملف بتتجمع في الآخر. صحيح. علشان الأسطورة الكابتن محبوب الخطيب يطلع بس يعلن، مش كل حاجة وقال الخطيب وعاد الخطيب، لا، كل الحكاية أنه الناقل الرسمي لطاولة مجلس الإدارة. يعني بالفعل النادي الأهلي يقدم نموذج يحتذى، كل العالم الإعلام تحديدا بيتحدث عن هذا النادي، مش بس المماثل لأندية أوروبا الكبرى في النتائج وحجمها. أنا بشوف إن هو مفيش حد عنده 4 5 مقرات بالظبط، لكن المقر عاملة يا كابتن إسلام للإعلام الرياضي العالمي، عاملة له حالة من حكاية هو يعني كيف يعني إنه في نادي عنده فروع لدرجة إنه إن مصر فيها الأندية بيرتدها آلاف، فمستغربين انه ازاي المئات من الالاف بتروح مقر لنفس الشعار، مواكبه في اماكن مختلفه. بالظبط، مواكبه يا كابتن لهذا الكم من الفوز اللي هو يساوي حجم العمل. واللي من ناحيه تانية، يمكن كنا بنتكلم مثلا في الكوره على راجل زي مستر كولر، كنا بنتكلم في الهاندبول على اسمر بدم خفيف المدير الفني، عشان احنا عنصريين فجايبينه وجبنا موسيماني وانجمنا السمر الجمال دول، احنا ناس بقى عنصريين جايبين دول بالذات، ازاي بيتكلموا بانبهار عن حجم الانجاز، وان هم حابين يواصلوا انجازات جم لقوها وهم معلومين ومعرفين في كل العالم. الحقيقه يعني ببساطه المواطن الاهلاوي والمواطن العادي، افرح وامرح بالفعل، انت اهلاوي يا رب تتم على خير، والباقي كله سهل، لان الحساب عمره ما كان بالقطعه في النادي الاهلي.